من جانبه أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هناك توافقا بين المشاركين فيما يخص محور حرية المعلومات بالمحور السياسي بالحوار الوطني. وأكد رضوان أن الرئيس السيسي وجه خلال مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي بضرورة استحداث قانون خاص بحرية تداول المعلومات. من الواضح أن هناك توافق ما بين البنود المختلفة التي أتت في طيات البنود التي يتم مناقشتها في ضمن فعاليات محور حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، ويمكن دي كانت البداية اللي هو مناقشة أو استحداث قانون حرية تداول المعلومات، واستتبع هذا أيضا العناصر المكملة للبحث العلمي. يمكن من ضمن التحديات اللي كان بيواجهها الباحثين أو العاملين في مجال البحث العلمي سهولة ويسر الحصول على المعلومة بالشكل الأكاديمي اللائق، تماما كما كان هناك توصيات في شأن وضع أطر ونظم وأسس ومعايير للحصول على المعلومة. يمكن ده كانت اللبنات الأولى، ويمكن جاء أيضا تتويجا لهذه التوصية الخاصة بالبند الثاني في محور حقوق الإنسان والحريات العامة، موافقة أو توجيه السيد الرئيس خلال مؤتمر الشباب الأسبوع الماضي بضرورة استحداث قانون خاص بحرية تداول المعلومات.